بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعن آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، في الحقيقة أنا جايب النهاردة لحضرتك 6 علامات علمهن سيدنا النبي وقال لنا عليهم. لو ظهرت علامة واحدة من الستة على أي ميت، الميت ده إن شاء الله هيكون مصيره الجنة. بس قبل ما أقول لك 6 علامات زي ما تعودنا، أحب أعرفك بنفسي. أنا اسمي سعيد مبارك، مقدم البرنامج وقناة اسمها اللهم تقبل، بتحكي قصص حقيقية وبتعمل على نشر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت لو حضرتك بتشوفني لأول مرة ما تدخلش على بورلاك عشان الفيديو ينتشر والاشتراك عشان القناة تكبر، واعلم أن يدك شاهدة عليك يوم القيامة. ايه هم 6 علامات اللي سيدنا النبي وصانا عليهم؟ ده اللي هنتكلم عليه. بس قبل ما نتكلم عليه، احب اذكر حضرتك ان احنا كلنا عندنا اموات وكلنا ماتلنا ناس عزيز علينا، ولكن بيشغلنا دايما التفكير وبنقول يا رب ابويا ده هيخش الجنة ولا هيخش النار، يا رب امي هتخش الجنة ولا هتخش النار، وناسيين خالص ان سيدنا النبي قال لنا على 6 علامات، لو علامة واحدة ظهرت عليهم هنخش الجنة بإذن الله رب العالمين. واول علامة هي نطق الشهادتين عند الموت، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. العلامة الثانية الموت برشح الجبين، وهو الموت بعرق الجبين، فقد ميز الله عز وجل أن المؤمن يموت بعرق الجبين. يعني المؤمن لو مات وفيه عرق على وشه، ده إن شاء الله دي علامة تانية لدخول الجنة. العلامة الثالثة وهي الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا ووقه الله فتنة القبر. العلامة الرابعة الشهادة في سبيل الله، فمن مات شهيدا كان له عند الله 6 خصال. 1 أن يغفر عنه. 5 الموت بمرض الطاعون. يعني اللي هيموت بمرض الطاعون سيدنا النبي قال لنا هيخش الجنة، واللي هيموت بالحرق هيخش الجنة، واللي هيموت غرقان هيخش الجنة، واللي هيموت بمرض في البطن هيخش الجنة. أما العلامة السادسة وهي المرأة، موت المرأة أثناء فترة النفاس، حيث قال صلى الله عليه وسلم والمرأة بقتلها ولدها جمعا شهادة. يعني المرأة لو ماتت وهي في فترة النفاس هتخش الجنة. طيب علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم على طاعة الله تعالى، وهو من مات في صلاة أو حج أو عمرة أو جهاد في سبيل الله دخل الجنة. السلام عليكم.